هذه مسابقة بين الأخوين الفريدين تميم وحنان، وسوف نطرح عليهما 5 أسئلة تمثل معاني مفردات باللغة الإنجليزية وترجمتها إلى اللغة العربية. سوف نوجه هذه الأسئلة إلى هذين الولدين الفهمانين. سوى أنا ولد تذكرني؟ لا لا، لكننا ذهبنا مع ذلك على التقليد إلى هذا الولد وهذه البنت الجميلة الفاتنة والفهمانة. السؤال الأول موجه للأخ الأكبر تميم، ما معنى المفردة تري؟ لا يعلم. نحيل السؤال إلى حنان، ما معنى المفردة تري؟ بطلة. علامة لحنان وصفر لتميم. الدور الآن لحنان. لا أي صحيح، لتميم. لا 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 تخرج من المسابقة، فنحن لا نضحي بولد فاهم مثلك يا تميم. ما معنى المفردة ايرو؟ بطل يا تميم. واحد. حنان، ما معنى المفردة بوي؟ كرة. نو. تميم، ما معنى المفردة بوي؟ ولد. بطل. إذن 2-1. 2 لتميم، 1 لحنان. عاد الآن أستاذ تميم من المهمة التي ذهب فيها أو بها، وهي إحضار محرمة. والسؤال الآن للآنسة حنان. حنان، ابقى واقفا. ما معنى المفردة أكل؟ بطلة. إذن 2-2. اثنان. نعم، خليكم واقفين جنب بعض. السؤال الآن لتميم. تميم، ما معنى المفردة يونيفورم؟ يونيفورم مش إيرو. بطل. إذن الآن 3-2. حنان، ما معنى المفردة آي؟ بطلة. إذن الآن انتهت المسابقة وبالتعادل، تعادل الولد والبنت حنان وتميم. الولد الفهمان المتميز الراقي الفهيم غير العادي، والبنت المتميزة الفهيمة النابضة بالعقل المستنير والمتنور. والآن نعطي لكل منهما جائزة تقديرا لجهدهما الكبير في مجال حفظ معاني المفردات، وهذه الجائزة تتمثل بملقطين. الحمد لله. هذه جائزتك. وتفضل يا تميم، هذه جائزتك. ونختم هذه المسابقة بالتصفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.